السلام عليكم ورحمة الله. أنا صرعت في حل التمرين الأول الذي يتعلق بالهندسة الفضائية بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا علوم تشريبية. إذا نبدأ على بركة الله. أولا نعتبر النقطة A التي إحداثيتها 0 0 1 والمتجهة U التي تساوي I زائد 2 K. حدد معادلة ديكارتية المستوى بي المار من A و U منظمية عليه. يعني كترجمة كونسيدير لو بوان A دي كوردوني 0 0 1 و لو فيكتور U دي كوردوني 1 0 2 c'est-à-dire que U égale I plus 0 J plus 2 K. La première question, c'est déterminer l'équation cartésienne du plan P passant par le point A et du vecteur normal U. Donc, U التي إحداثيتها 1 0 2 منظمية على المستوى بي. إذن معادلة بي تكتب على شكل x زائد 0 y زائد 2 z زائد t يساوي 0. إذن معادلة بي تكتب على شكل 1 فوا x هو x زائد 0 فوا y زائد 2 z زائد t يساوي 0. لماذا؟ لأنه كما نعلم أنه إذا كانت متجهة إحداثيتها A B C يعني منظمية على يعني المستوى، فإن هذا المستوى معادلته تكتب على شكل A X زائد B Y زائد C Z زائد D يساوي 0. الآن نحدد العدد D. بماذا نحدد العدد D؟ بالنقطة التي تنتمي إلى المستوى P. إذن A تنتمي إلى المستوى P، بمعنى أن إحداثية A تحقق معادلة ديكارتية المستوى P، يعني XA زائد 2 ZA زائد D يساوي 0. يعني أن 1 زائد 2 في ZA pardon XA 0 زائد 2 في ZA يعني 2 في 1 زائد D يساوي 0. يعني أن D يساوي ناقص 2. إذن معادلة الديكارتية للمستوى P هي X زائد 2 Z ناقص 2 يساوي 0. إذن معادلة الديكارتية للمستوى P هي X زائد 2 Z ناقص 2 يساوي 0. سؤال ثاني لتكون S فيلكا معادلتها تلك هي لصفير سوا S يصفير دو ليكواسيون X كاري بلس Y كاري بلس Z كاري بلس 4 X موان 4 Y موان 4 Z بلس 34 سو 3 يقال أزر. سؤال ألف حدد إحداثيات أوميغا مركز الفيلكا وشعاعها R ونديتيرمين أوميغا لو سونتر دو سيت سفير إي سون ريون R. Donc, la deuxième question, Tanyan Ali. Et dans le Dina, le filka S, ou à la Tora, qui est en X carré plus Y au carré plus Z au carré plus 4X moins 4 Y moins 4 Z plus 34 sur 3 égale à 0. إذن كما نعلم أن معادلة الفيلكا تكتب على شكل x ناقص x أوميغا أس 2 زائد y ناقص y أوميغا قاري زائد z ناقص z أوميغا
مقارن يساوي الشعاع مقارن يساوي الشعاع والسنان. إذن ما علينا إلا أن نكتب هذا يعني التعبير على الشكل التالي، يعني على شكل x ناقص x أوميغا زائد y ناقص y أوميغا وستان زائد z ناقص z أوميغا وستان، حيث x أوميغا و y أوميغا و z أوميغا هما إحداثيات مركز الفلكة و r هو شعاع. إذن هذا يعني أن يعني x مقارب زائد 4 x. إذن باش نوصل x ناقص x أوميغا الكل والسنان تستنفق ونجبد متطابقة عامة تلقى من x والسنان و 4 x. إذن كما نعلم متطابقة العامة يعني a والسنان زائد 2 a ب زائد ب والسنان هي اللي تساوي a زائد ب والسنان، و a ناقص ب والسنان هي a والسنان ناقص يعني a ب زائد ب والسنان. إذن هاد 4 x هي اش؟ هي 2 في كم؟ هي في 2 في 2 يعني 2 في a في ب. إذن هاد في الحالة ب يساوي 2، إذن زائد 2 والسنان 4. إذن هاد 4 اللي زدنا ستة غنعاود نقصها ناقص 4. نمشي لإكغيك زائد إكغيك والسنان ناقص 4 إكغيك. إذن ناقص 4 إكغيك هي 2 في كم؟ إذن كيكفي نقسم على 2، إذن هي ناقص 2 في 2. إذن في هذه الحالة هو 2، 2 والسنان هو 4. إذن زدنا عاود ثاني 4 غنقص ها ننقص 4 ونقصها. نمشي للزد زائد زد مقارن ناقص 4 زد عاوتاني 4 زد يعني كي قلنا نقسمو على 2 هي ناقص 2 في 2 زد يعني زائد يعني ب في هاد الحالة ديال المتطابقة العامة إذن ب والسنان هو 4. إذن زدت 4 غنقص 4 زائد 34 على 3 يساوي 7. يعني أن إذن الآن حصلنا على متطابقات هامة على شكل A زائد B الكل والسنان و A ناقص B الكل والسنان. الأولى بالنسبة لـ X، ها الثانية بالنسبة لـ Y، بالنسبة لـ Z، ثم زائد عدد. إذن X قارب بلس 4 x بلس 4 سي x بلس 2 تو قارب. بالنسبة لي غريك زائد y ناقص 4 y زائد 2 هي y ناقص 2 الكل والسنان. بالنسبة للزد زائد زد ناقص 4 زد زائد 4 هي زد ناقص 2 الكل والسنان. ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4 يعني ناقص 12 ناقص 12 زائد 34 على 3 يساوي 0. يعني ان x زائد 2 قارن زائد y ناقص 2 تو قارن بلس z موند تو قارن إيغان. نحن نحدد المقامات غنحصل على 34 ناقص 36 هي ناقص 2 على 3. غنجيب هاد الطرف الآخر غتولي 2 على 3. إذا هذه هي معادلة الفلكة بتحديد يعني إحداثية المركز والشعاع. إذا انطلاقا من هذا التعبير يمكن أن نستنتج إحداثيات مركز ذات مركز مركز الفلكة وقياس شعاع.
نسجلوا المعلومات اللي محتاجين اليوم بالنسبه لمستوى بي. بي معادله قلنا هي اكس زائد 2 زائد ناقص 2 يساوي صفر. اذا من انطلاقا من هذه العباره يمكن ان نستنتج ما احداثيات مركز وشعاع هذه الشركه. إذن الآن يمكن أن نكتب إذن مركز الشركة S هو إذن S شركة مركزها أوميغا لإحداث تيلها يعني ناقص 2 وشعاعها R يساوي الجذر المربع لإثنان على 3. إذن هذه هي الشركة S. نعم. السؤال ب: تحقق أن أوميغا تنتمي إلى المستوى P. إذن أوميغا تنتمي إلى المستوى P. ماذا يعني؟ يعني أن إحداثيات أوميغا تحقق معادلة المستوى P. إذن لنتحقق أن النقطة أوميغا هي مركز الشركة تنتمي إلى المستوى P. إذن لدينا معادلة المستوى P هي X زائد 2 Z ناقص 2 يساوي 0. إذن يكفي نعوض X و Z بإحداثيات لأوميغا. إذن X أوميغا زائد 2 Z أوميغا ناقص 2 ونحسب. نشوف واش غتساوي صفر او لا. لا اوميغا اكس اوميغا ناقص 2 زائد 2 في زد اوميغا زائد 2 في 2 4 ناقص 2 يساوي ناقص 2 ناقص 2 ناقص 4 زائد 4 يساوي صفر. اذا يمكن ان نقول بان اوميغا تنتمي الى المستوى بي لأن إحداثيات أوميغا تحقق معادلة ديكارتية للمستوى بي. سؤال 3: ليكون كي المستوى الذي معادلته، إذن أعطوني مستوى كي معادلته هي 2 إكس زائد إكريك ناقص زد زائد 6 يساوي صفر. سؤال الألف ثالثا ألف أعطي تمثيلا باراميتريا للمستقيم دي المار من أوميغا والعمودي على كي والعمودي على كي. إذن إذا لاحظنا أن المستوى يعني مستوى كي مثلا هذا هو مستوى كي مستقيم دي عمودي على مستوى كي ويمر من أوميغا. أوميغا هي هذه. إذن ونعلم أنه انطلاقا من المعادلة الديكارتية لمستوى كي يمكن أن نستنتج إحداثيات المتجهة المنظمية على المستوى كي وهي A B C. A B C انطلاقا من المعادلة المستوى كي يعني يمكن أن نستخرج إحداثيات المتجهة المنظمية. إذن المتجهة المنظمية مثلا سميناها N كي N كي يعني المتجهة المنظمية على كي. إذن كيف ستصبح هذه المتجهة؟ إذن هذه المتجهة موجهة للمستقيم D. إذن أصبح لدينا مستقيم معرف بنقطة يمر منها وموجه بمتجهة يعني معرف كذلك بمتجهته الموجهة. إذا انطلاقا من هذا من هذه النقطتين يعني النقطة التي تنتمي لهذا المستقيم والمتجهة الموجهة للمستقيم يمكن
أن ننجز تمثيل بارامتري لمستقيم هذا المستقيم دي. إذن لدينا دي مستقيم دي يمر من أوميغا التي إحداثيتها ناقص 2 والمتجهة N Q المنظمية على المستوى Q لإحداثية ديالها 2 1 ناقص 1 موجهة له إذن تمثيله البارامتري Représentation paramétrique d'une droite. هو كالتالي إذن دي نكتب المستقيم دي نجد نكتب X يساوي Y يساوي Z يساوي إذن ناخذ المتجهة يحتاج المتجهة X إن كيو هي 2 فوا تي Y المتجهة 1 فوا تي زد المتجهة ناقص 1 فوا تي زائد إحداثية النقطة التي يمر من هذا المستقيم ناقص 2 زائد 2 زائد 2 بحيث تي عدد حقيقي. لماذا؟ لأنه أي نقطة M تنتمي إلى تي إلا ستصبح يعني المتجهة M أوميغا والمتجهة إن كيو متجهتان مستقيميتان يعني XM ناقص X أوميغا يساوي عدد T في المتجهة يعني الموجهة للمستقيم هي N كيو بمعنى أن M أوميغا يساوي T هو N كيو. نعم إذن هذا هو التمثيل البارامتري لهذا المستقيم الذي يمر من أوميغا والعمود على مستوى كي. السؤال با بين أن المستوى كي مماس للفلكة. إذن متى سيكون هذا المستوى كي مماسا للفلكة؟ إذن سيكون هذا المستوى كي مماس للفلكة إذا كانت مسافة لمسافة مركز الفلكة والمستوى كي تساوي شعاع هذه الفلكة. إذن أولا سنحسب مسافة أوميغا عن المستوى كي ونقارنها مع شعاع الفلكة. إذا كانوا متساويين غادي نقولوا بأن هذا المستوى مماس للفلكة. إذن نسجل هذه الأجوبة إذن مركز الفلكة هي أوميغا ناقص 2 2 2 شعاع R هو الجذر ديال 2 على 3 بالنسبة لكيو هذا التمثيل البارامتري هو هذا. إذن السؤال با نبين أن ثالثا با نبين أن كي مماس للفلكة المستوى كي مماس للفلكة S. إذن لدينا نحسبو من المسافة مسافة أوميغا المستوى كي نعلم أن المسافة قيمة مطلقة صيغة معادلة المستوى بتعويض إكس وإيكغريك والزد بإحداثية أوميغا يعني 2 إكس أوميغا زائد إيكغريك أوميغا ناقص زد أوميغا زائد 6 على الجذر المربع A أس 2 زائد B أس 2 زائد C أس 2 يعني منظمة المتجهة المنظمية على المستوى اللي هي A أس 2 هو 2 أس 2 زائد 1 أس 2
زائد واحد أس اتنين. ثم نعوض إكس أوميغا هي ناقص اتنان، إذا اتنان في ناقص اتنان ناقص أربعة، زائد إكغيك أوميغا زائد اتنان ناقص زد أوميغا ناقص اتنان زائد ستة على الجذر المربع اتنان ستة أربعة زائد واحد زائد واحد ستة، لن تساوي اثنان ناقص اثنان تمشي، ناقص أربعة زائد ستة اثنان، القيمة المطلقة اثنان اثنان على الجذر المربع لستة، والتي تساوي اثنان على، شوفوا باش نقارنوها مع الشعاع، قلنا الشعاع هو الجذر المربع لاثنان على ثلاثة، إذا على الجذر المربع لثلاثة، إذا الجذر المربع لستة هو الجذر المربع لاثنان في الجذر المربع لثلاثة، والجذر واثنان هو الجذر المربع لاثنان أس اثنان. يمكن لي نختزل الجذر المربع، غادي يبقى لينا نساوي الجذر المربع لاثنان على الجذر المربع لثلاثة اللي هو الجذر المربع لاثنان على ثلاثة، ونقارن هما الشعاع، إذا يساوي شعاع الفلك. إذا المسافة بين مركز الفلكة والمستوى يساوي الشعاع، إذا يمكن أن نقول الآن بأن هذا المستوى كي مماس للفلكة. إذن بما أن مسافة أوميغا يعني مستوى كي تساوي R، فإن مستوى كي مماس لتلك S. إذن الآن نحدد السؤال الأخير، ثم حدد إحداثيات نقطة تقاطع الفلكة S والمستوى Q. نعم، إذن نحتفظ على تمثيل البارامتري في المستقل، و X يساوي 2 T ناقص 2، Y يساوي T زائد 2، Z يساوي ناقص T زائد اثنان، حيث تي عدد حقيقي. نحسب دابا المسافة يعني بين أوميغا و كي، لقينا كتساوي R، إذا قلنا بأن هذا المستوى كي مماس للفلكة، إذا مماس للفلكة في نقطة واحدة وهي التي سوف نحدد إحداثيتها. إذا لا درنا شكل مبسط مثلا نسمو مستوى أو هذا مستوى، صورة دور مستوى كي لفلكة مماسة هذا المستوى يعني في واحد النقطة، وأن المستقيم دي يمر من أوميغا ويعمودي على كي، إذا فهو سيمر من النقطة من نقطة تماس المستوى مع الفلكة. إذن هذه النقطة التقاطع بين المستوى والفلكة هي نقطة من المستقيم D، إذن فهي نقطة تنتمي إلى المستقيم D وتنتمي كذلك إلى المستوى Q، بل إلى كذلك إلى الفلكة. إذن يكفي لتحديد إحداثية النقطة، يكفي يعني حل النظمة التي تشمل يعني تمثيل البارامتري المستقيم ومعادلة المستوى Q. إذا لتكون H نسميها H ولا E ولا اللي بغيت، لتكون H نقطة تماس الفلكة والمستوى Q. إذا H تنتمي إلى المستقيم المار من أوميغا والعمودي على كي، يعني أن H تحقق تمثيل البارامتر المستقيم، يعني أن X H تساوي 2 T ناقص 2، Y H تساوي T زائد 2، و Z H تساوي ناقص T زائد 2.
اثنان. اش قلنا تنتمي كذلك الى المستوى كي، يعني انها تحقق معادلة ديكارتية للمستوى، يعني ان اثنان اكس اش زائد اي اش ناقص الزد ديال اش زائد ستة يساوي صفر. اذا طريقة حل يعني هذه النظمة، نعوض اكس واي وزد بهذه الصيغ في هذه المعادلة، فنحن نحاول ان نحسب الاعداد تي ثم نعوض هذا العدد تي بقيمته في كل من التعبير ديال اكس وتعبير اي وتعبير زد. اذا نعوض نكتبوا هذه الجمله باش نعقلوا عليها، نعوض اكس واي وزد في معادلة الديكارتية ديال كي، فسوف نحصل 2 اكس. اذا شكون هو اكس؟ هو 2 تي ناقص 2 زائد y. شكون هو y؟ هو t زائد 2 ناقص z. ناقص z هو ناقص ناقص t زائد t ناقص 2 زائد 6 يساوي 0. الآن حصلنا على معادلة من الدرجة الأولى يعني بمجهول واحد اللي هو t. إذا نحاول نبسطو، 2 مع ناقص 2 تمشي، 2 تي زائد تي 2 تي، إذا سوف ننشر هي 4 تي ناقص 4 زائد 2 تي زائد 6 يساوي 0. إذا 4 تي زائد 2 تي 6 تي ناقص 4 زائد 6 و 2، إذا 6 تي تساوي ناقص 2. يعني أن T تساوي ناقص 2 على 6 اللي تساوي ناقص 1 على 3. إذا الآن قلنا القيمة نتاع T، غنحاول نعوض T بهذه القيمة ديال 1 ناقص 1 على 3 في يعني تمثيل البارامتري ديال D، لأن قلنا H تنتمي إلى D. إذا X H تساوي 2 تي، يعني ناقص 2 على ناقص 2 في 2 عفوا في ناقص 1 على 3 اللي تعطينا ناقص 2 على 3 ناقص 2، ونحذف المقدار ناقص 2 ناقص 6 ناقص 8 على 3. y اش يعطينا تي يعني ناقص 1 على 3 زائد 2 هي ناقص 1 زائد 6 هي 5 على 3. زد اش يساوي ناقص تي يعني 1 على 3 زائد 2 يساوي 1 زائد 6 7 على 3. اي ان اش ذاتيتها ناقص 8 على 3 5 على 3 7 على 3 هي نقطة تقاطع مستوى كي والفلكة، وهي نقطة تماس بين الفلكة والمستوى كي. إذا بهذا ننهي هذا التمرين الأول، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. التمرين الموالي.